انتو تعرفوا على لي سيلول كونسيرني بار لا ميوز اللي هو الانقسام الاختزالي، كذلك لا ديفينيسيون دو لا ميوز، لا ريلاسيون دو لا ميوز افيك لا كونتيتي د دي ان، اي لي زيتاب دو لا ميوز. تبعوا معايا هاد لا فيديو على القناه، غادي تلقاو نفس هاد الفيديو اون فرونسي فاسيل. مرحبا بكم من جديد على قناة SVT sur tableau noir. إذا قبل ما نبدأ هاد لو فينومين دو لا ميوز، تكون عندكم دراية بلو فينومين دو لا ميتوز. هاد لو فينومين دو لا ميتوز اللي تتهم لي سيلول كوربوريل أو بيان لي سيلول سوماتيك اللي هي الخلايا الجسدية، ومن خلال واحد لا سيلول تنحصلوا على دو سيلول جينيتيكمون ايدونتيك، خليتين تيكونوا متشابهين وراثيا مع لا سيلول انيسيال. بالنسبه لاميوز خصنا نتعرفوا على لو ليو او سو ديغول هاد لو فينومين، فين تتم بالضبط؟ فهي تتم في لي زورغان سيكسويال، لي غوناد، لي ناخذ واحد ليكزومبل شي لي سبيس هيومان. فهاد لو فينومين فهي تتم au niveau des testicules chez l'homme et au niveau de l'ovaire chez la femme. On prend l'exemple de testicules. On a un exemple de testicules. Au niveau des testicules, il y a des tubes séminifères. À l'intérieur des tubes séminifères, il y a des la myose. Les tubes séminifères sont les anabibes al-manabib. إذن على الانتيريور ديال هاد لي تيب سيمينيفير تيتشكلوا لنا لي غاميت، وهاد الظاهره هي اللي تتسمى لا غاميتو جونيز، اي تشكل الامشاش. اذا خدينا لي سيلول اللي كاينين في هاد لو تيب سيمينيفير، كاينين واحد العدد كبير من لي سيلول، وهاد لي سيلول سون اون ديفيزيون، فهما في انقسام. إلا خدينا مثلا لا بخومييغ سيلول هي لا سيلول إنيسيال تتسمى سبيرماتوغوني، و لا ديغنييغ سيلول بيان سيغ سي لو سبيرماتوزويد ولا لو غاميت مال اللي هو المشيش الذكري. الآن إلا درنا واحد لا كومباريزون ما بين لو كاريوتيب، راه شفنا في لي فيديو بريسيدونت الكاريوتيب، إلا شفنا الكاريوتيب ديال السبيرماتوغوني والكاريوتيب ديال سبيرماتوزويد تلقاو اختلاف. إذا غادي نحاولوا نديروا هذه المقارنة هذه باش نستخرجوا أشنو الهدف من هاد لا ميوز. إذا إلا لاحظنا لو كاريوتيب ديال إن سيلول دو سبيرماتوغوني وإن سيلول دو سبيرماتوزويد، تلاحظوا بأن لو نومبغ دو كروموزوم هنايا عندنا لو نومبغ 46 كروموزوم. هاد لا سيلول فهي شبيهة بلي توت لي سيلول دو كور لي تيكون فيهم 46 كروموزوم. بالنسبة للو غاميت فقط 23 كروموزوم، هنا كاين 46 يعني 23 بير. هاد لا نوسيون دو لا بير راه شفناها سابقا، لي بير دو كروموزوم هما لي كروموزوم هومولوغ لي كل سبغي تيكون النظير ديالو، وهاد السبغيات اي لي كروموزوم علاش على شكل نظائر؟ لان لا مواتي دوريجين باترنيل و لوتر مواتي دوريجين ماترنيل، واحد النص تيكون ابوي والنصف الاخر امومي، لذلك تتكون هاد لا سيلول تنقولوا بانها الي ديبلويد alors que le gamète il est haploïde. Donc la première des choses à conclure à partir de la comparaison, c'est que la myose qui se trouve dans les gonades, par exemple chez l'homme au niveau des testicules, elle se trouve dans le passage d'une cellule diploïde à une cellule haploïde. Le passage d'une cellule haploïde à une cellule diploïde, c'est ce qu'on appelle le passage de la diploïdie vers l'haploïdie. Donc, c'est le phénomène qui nous permet de faire un échange de carrière haploïde. Après la formation des gamètes, nous avons
لا فيكونداسيون، لونيون ما بين لو غاميت مال اي لو غاميت فيميل. هذا مثلا غاميت مال، فغادي يدير التحام لونيون مع لو غاميت فيميل، وتعطونا من جديد واحد لا سيلول اوف اللي هي ديبلويد. هاد لا سيلول اوف هي اللي تتعطينا من بعد واحد الفرد جديد افيك لو نومبر دو كروموزوم دون شاك سيلول اللي هو 46 كروموزوم باغ دي ميتوز اللي شفنا سابقا في لي فيديو ديال الميتوز. ف تيمكننا لا ميتوز من اننا نكثروا من عدد الخلايا وتيكونوا لي سيلول اللي سنحصلوا عليها فهي تتكون متشابهه وشبيهه بالخليه الام. دونك هاد الظاهره ديال لا ميوز مع لا فيكونداسيون راه عندهم واحد الدور مهم في لا ستابيليتي دو كاريوتيب، هما اللي تيمكنوا من الثبات ديال لو كاريوتيب اي لو نومبر دو كروموزوم. اذا الان قبل ما نمروا لي زيتاب دو لا ميوز غادي نحاول نعطيكم فكره باش نعرفوا اشنو تيوقع هنا لا غولاسيون دي كروموزوم افيك لا كونتيتي داد دي ان، اشنو العلاقه ما بين هاد العناصر باش نفهم كيفاش اننا تنمروا من سيلول ديبلويد ا ان سيلول ا دي سيلول بلوتو ابلويد. الان غادي نمروا لا كونتيتي داد دي ان وعلاقتها بلاميوز، يعني كيفاش تكون لا كونتيتي داد دي ان والشكل ديال لي كروموزوم قبل من لاميوز في لا بيريود دانتيرفاز وكذلك او مومون دو لاميوز. اذا الى بدينا بواحد لا كونتيتي كي تقدروا تبداو مثلا بدو كي لان في امتحانات بارفوا تيغيروا هاد القيم هادو. اذا هنا بدينا بكي هاد لا بروميير بيريود اللي تتسمى جي ان تتكون لا كونتيتي داد دي ان ستابل. فهاد لا بيريود هادي تيكونوا لي كروموزوم سامبل، سا فو دير لي كروموزوم فورمي دون سول كروماتيد، وكل كروموزوم كاين لومولوغ ديالو. وبالتالي اذا هاد لا سيلول هادي بويسك شاك كروموزوم كاين لومولوغ ديالو تنقولوا بان هاد لا سيلول الي ديبلويد. ديبلويد سا فو دير دوزين، دوزين ايكالا كوا لو نومبر دو كروموزوم 4 كروموزوم. عندنا 4 ديال لي كروموزوم، هاد لي كروموزوم سون سامبل فورمي دون سول كروماتيد، مثلت فقط هاد لا بيرال هاد الزوج. اذا هنا مثلت هاد الزوج بعد ما تتوقع لنا لا دوبليكاسيون دو لا دي ان بوندون لا فاز اس لا فاز دو سينتيز، تيولي شاك كروموزوم فورمي دون سول كروماتيد فورمي دو دو كروماتيد. وبطبيعة الحال في هاد الحالة تيكونوا لي كروموزوم في ليطا ديكوندونسي، سا فو دير لا دي ان ني با سبيراليزي ني با كوندونسي و تيكون سو فورم دو كروماتين. هاد الحالة تتكون كاملة من هاد ليطاب حتى لهاد ليطاب تتكون سو فورم دو كروماتين. فاش لا سيلول تتبغي تدخل في لا ميوز اش يوقع لهداك لا كروماتين سو كوندونس و سو ترانسفورم اون كروموزوم. دونك هادو تيتكوندونساو و تيوليونا دي كروموزوم دوبل، ومن هنا غادي نبداو لا ميوز لان ليتاب الاولانيه اللي تتعطاكم تنبداو بها هي هادي البروفاز تيكونوا لي كروموزوم دوبل. لو نومبر دو كروموزوم ايسي دوزين ايكال 4، حتى هنايا عندنا دوزين ايكال 4. دونك اون كومونس بار اون سيلول ديبلويد ا دوزين ايكال 4. دونك هنايا عندنا هاد لو كوبل، هذا حاولت نمثل هاد لو كوبل وداكشي اللي تيوقع لهاد لو كوبل. هاد لا بير دو كروموزوم دي كروموزوم هومولوغ، يعني واحد تيكون دوريجين باترنيل مثلا الازرق هو باترنيل والاخر تيكون دوريجين ماترنيل. دونك اشنو تيوقع لا كونتيتي داد دي ان؟ تتمر من دو كي تترجع لكي. دونك هنا لا كونتيتي داد دي ان تترجع بالنصف القيمه باش كاينه، يعني من دو كي لكي. هاد لا ديفيزيون
اشنو تلاحظوا هنايا؟ لي دو كروموزوم تيتوقع ليهم لا سيباراسيون، تيتفرق هاد الكروموزوم على هاد الكروموزوم، متنا واحد لا سيلول اللي هي بلو كروموزوم اون بلو، دونك هاد لو كروموزوم اون بلو تيكون في واحد لا سيلول والاخر في لوطخ سيلول، دونك سيباراسيون دي كروموزوم اون روغ سون كليفاج دو سونتخومير، ما تيوقعش لو كليفاج دو سونتخومير، وبالتالي هاد لا ديفيزيون تتسمى ديفيزيون ريديكسيونيل. علاش ريديكسيوني؟ لان تتوقع لا سيباراسيون دي كروموزوم اومول. تيجي من بعدها لا دوزيام ديفيزيون، لا دوزيام ديفيزيون تتوقع لا سيباراسيون او نيفو دو سونتخومير، دونك ديسجونكسيون دو سونتخومير، كليفاج دو سونتخومير، و تنحصلوا على دي سيلول. هنا تتكون هاد الجزء هذا تيكون شبيه بهذاك الجزء الاخر، لان الكروموزوم هنايا فورمي دو دو كروماتيد، وهاد لي دو كروماتيد تيكون فيهم نفس المعلومات الوراثيه، لا ميم انفورماسيون جينيتيك، كو سوا في هاد الكوتي ولا الكوتي الاخر. دونك هاد لا ديفيزيون هادي تتسمى ديفيزيون ايكواسيونيل. دونك لا ميوز il s'agit de deux divisions successives. Le détail غادي نشوفوه من بعد. نبداو الان المراحل ديال لا ميوز. لا ميوز سي ان انسومبل دو دو ديفيزيون سوكسيسيف كي بيرمي دو برودوير 4 سيلول ابلويد ا بارتير دون سيلول ديبلويد. غادي ناخذو ليكزومبل دون سيلول افيك 4 كروموزوم. بالنسبه للانسان 46 كروموزوم، داكشي اللي تيتم لهاد الربعه تيتم كذلك عند الانسان بالنسبه ل 46 كروموزوم. اذا هاد لي دو ديفيزيون، لا بروميير ديفيزيون تنوطيوها ان غروند ان، دوزيام ديفيزيون غروند دو. هاد لا بروميير ديفيزيون تتسمى ريديكسيونيل. علاش تتسمى ريديكسيونيل؟ لاننا تنبداو بان سيلول ديبلويد و تلقاو دو سيلول كي سون ابلويد. هنا دوزيام ايكال 4، علاش درنا دوزيام؟ لان شاك كروموزوم الي سون هومولوغ، هذا ها هومولوغ ديالو، هذا ها هومولوغ ديالو، دونك دوزيام ايكال 4. هنا لو نومبغ دو كروموزوم سي 2، و اسكيلي ابلويد او ديبلويد، بويسك شاك كروموزوم الي اونيك نيا با سون هومولوغ، راه تنكتبو ان ايكال 2، دونك ان ايكال 2. غادي تقولوا لي علاش تنستمروا في لا ديفيزيون وحنا حصلنا على دي سيلول ابلويد؟ لان هنايا تنحصلوا على دي سيلول ابلويد افيك دي كروموزوم بي كروماتيديان، كروموزوم فورمي دو دو كروماتيديان. وحنا في الاخير دائما لا سيلول تتكون عندها في الحاله في الجي ان تتكون عندها لي كروموزوم فورمي دون سول كروماتيد، داكشي علاش تيجي دوزيام ديفيزيون. هاد لا دوزيام ديفيزيون إل غوسومبل أ لا ميتوز، لا ميتوز لي شفنا سابقا. إذا لذلك تتسمى هاد لا ديفيزيون إلي إيكواسيونيل، ريديكسيونيل إيكواسيونيل. نمرو للمرحلة الأولى اللي هي تتسمى البروفاز، البروفاز أن، لأنها تنتمي لا بخوميييغ ديفيزيون دو لا ميوز. أشي وقع في هاد المرحلة هادي؟ دونك الى جانب دوك المعطيات اللي تنشوفو في لا ميتوز، باش نزيدو نسبيسيفيو هاد المرحله هادي، تيتزادو لنا معطيات جداد. هادوك المعطيات الجداد هما اهم ما يوجد في هاد المرحله. المعطيات الاخرى نعطي امثله، باغ اكزومبل ديسباريسيون دو لونفولوب نوكليير، لاباريسيون او بيان لو ديبي دو لاباريسيون دو فيزو دو ديفيزيون، لاباريسيون دي استر بولير اكسيتيرا. اذا هادوك تيكونوا في هاد المرحله وتدافع عليهم هاد المعلومه المهمه اللي هي لاباريمون دي كروموزوم هومولوغ فورمون دي بيفالون او تيترال. لاباريمون هو الاقتران، كل سيبغي تيجي حدا صاحبو، اذا تنسميو هاد العملية اقتران السبغيات المتماثلة، و تيشكلو لنا هاد لي بيفالون. هاد الشكل هذا هو لي تيتسمى بيفالون، و تيتسمى كذلك تيتخاد، يعني تنسميوهم رباعيات كذلك. إذا هاد المرحلة تتوقع فيها واحد الظاهرة غادي نشوفوها من بعد، اللي هي الكروسين اوفر ولا لو براساج انترا كروموزوميك. علاش تيتسمى انترا؟ لأنه تيتم
ما بين لي كروموزوم هرمونال. شكون هي هاد الدائره؟ هي ليشانج دو بورسيون دو كروماتيد. هاد لي دو كروموزوم هرمونال بوف سيشانجي دي بورسيون دو كروماتيد. ممكن انهم يتبادلوا قطع، فقط قطع ممكن انهم يتبادلوهم. دونك هنا قلنا لاباريمون دي كروموزوم هرمونال اون فورمون دي بيفالون. إذن هذا ما يميز البروفاز 1. تندوزو للميتافاز 1. الميتافاز 1 لي كروموزوم هوموروغ ديسبوزي دو بار اي دوتر دو بلان ايكواتوريال. ان هاد لي كروموزوم هوموروغ تيتموضعو من جهتي لو بلان ايكواتوريال ديال لا سيلول. إذن هاد لو كروموزوم ها الهوموروغ ديالو، هذا ها الهوموروغ ديالو. إذن ممكن نقولو كذلك disposition des centromères, les centromères de part et d'autre du plan équatorial. بعد هذه المرحلة تجي مرحلة ديال الأنافاز 1. الأنافاز 1 تتوقع فيها la migration polaire sans disjonction du centromère. يعني تتوقع الهجرة القطبية وما تيوقعناش disjonction ou bien le clivage de centromère châtelier hnaya tenstamlo disjonction pour le clivage. Et bien sans disjonction ça veut dire les chromosomes restent intacts, tibqaou fi chekl dialhom ma tiwqaanach clivage du centromère. Kayn kadhalika hna wahed dahira li tatbda fi hadh marhala w tatstamr hnaya ghaliban tanshiru liha fi hadh marhala li tatsma le brassage interchromosomique li هو الموضوع ديال لا فيديو بروشين ان شاء الله افيك لو براساج ان كرا كروموزومي اللي هضرت عليه. اذا لو شوا دو كيل كروموزوم كي فا ميغري اون هو اي لو كروموزوم كي ميغر اون فا بالنسبه لهادو شكون هو اللي يطلع الفوق شكون اللي ينزل لتحت، فهاد لو شوا تيكون الياتوار. وهاد لا سيباراسيون الياتوار اي انديبوندون ديال لي كوبل دالين، يعني نقدروا نلقاو لو بلو هنا ولا هذا هنايا، تتسمى ان براساج انتر كروموزوميك اونتر ليك لي كروموزوم ديفيرون. خلافا هنا تتسمى براساج انترا لان تتم بين لي كروموزوم هومولوغ اللي تيحملوا لي ميم جين مي با اوبليغاتوارمون لي ميم زاليف. اذا هنايا تتوقع هاد لا سيباراسيون ما بين لي كروموزوم كاملين تتكون دون مانيير الياتوار. شاك كروموزوم تيتفرق على الهومولوغ ديالو دون مانيير الياتوار، يعني يقدر واحد يطلع الفوق واحد لتحت، وهذه العمليه تتم بشكل عشوائي. لا ديرنيير ايتاب دو لا ديفيزيون ريدكسيونيل سي لا فورماسيون دي نويو ابلوي افيك دي كروموزوم بيكروماتيديان اي ديفيزيون دو سيتوبلازم. اذا تيتشكلونا دي نويو ابلوي avec des chromosomes bichromatidiens. Donc on a chromosome bichromatidien, ça veut dire formé de deux chromatides. Avec la division bien sûr du cytoplasme, un chip chetmiyez daimen, telophase, il y a division de cytoplasme. هاد المرحلة تتبعها مباشرة هاد المرحلة. في بعض الأحيان تشكل النواتين، في بعض الأحيان بدون تشكل النواتين، أي بدون تشكل داك لامومبغا نيكليير تنمرو لهنا. دونك تتبدا لنا المرحلة الموالية هي البروفاز 2، هي لا بروميييغ ايتاب دو لا ديفيزيون ايكواسيونيل. بروفاز 2 اشنو تيوقع فيها؟ كذلك ديسباريسيون دو لونفولوب نيكليير الى كان تشكل، وكذلك فورماسيون دو فيزو دو ديفيزيون. تيتشكلنا داك لو فيزو دو ديفيزيون هو هذا، اذا او بيان لو فيزو اكروماتيك. ما تتوقعناش هنا لا كوندونساسيون دو لا كروماتين اون كروموزوم، لان لي كروموزوم ديجا كوندونسي، في حين ان نسيت هنا تتم هاد لا كوندونساسيون دو لا كروماتين اون كروموزوم، اي تحول السبغين الى سبغيات او تكدس السبغين على شكل سبغيات. ولكن اهم شيء هو هاد المعطى اللي شرط ليه هنا. ندوزو من بعد هاد المرحله، اذا داكشي اللي تيوقع لهاد لا سيلول تيوقع لنفس لا سيلول. لاحظوا هنايا la métaphase 1 l'alignement des chromosomes sur le plan équatorial. شوف هنايا وهنا كاين اختلاف، هنا لي كروموزوم سون ديسبوزي دو بار اي دوتر
وكهادشي راه تيتحط في الامتحان باش انكم تفرقوا ما بين هاد المعطيات. هنا ديسبوزيسيون دو تو لي كروموزوم سيغ لو بلون ايكواتوريال او بيان تنقولوا لانيومو، يعني تيتحطوا في مستوى واحد تو لي كروموزوم سيغ لو بلون ايكواتوريال. لانافاز 2 خلافا لهنا تتوقع لنا لا ميغراسيون بولير سون ديسجونكسيون دي سونترومير، يعني ما تيوقعش ديسجونكسيون هنايا. لاحظوا تيوقع لنا ديسجونكسيون دو سونترومير اي ميغراسيون بولير. دونك عندنا ميغراسيون بولير افيك كليفاج دو سونترومير، il y a clivage de centromère et migration polaire. Et chaque chromosome, دابا هذا تيولي ان كروموزوم فورمي دون سول كروماتيد، وتنسميو في هذه الحاله كروموزوم فيز. La dernière étape, il y a l'étape de télophase 2, formation des noyaux haploïdes avec des chromosomes monochromatides. Ça veut dire former d'une seule chromatide et division du cytoplasme. L'intérêt de la télophase 1, c'est que les chromosomes sont bichromatidiens, mais les chromosomes monochromatidiens. دونك هاد لا دوزيام ديفيزيون علاش تسمى ايكواسيونيل؟ غادي نشوفو هنا ان ايكال 2 لو نومبر دو كروموزوم ايكال 2 ان ايكال 2 1 2 كروموزوم بيكروماتيديان 1 2 كروموزوم بيكروماتيديان لو ريزولتا سي 4 سيلول. دونك هاد لا سيلول غادي تعطينا جوج وهاد لا سيلول غادي تعطينا جوج، دونك اون اوبتيان 4 سيلول افيك N égale à 4. Chaque chromosome n'a qu'un seul homologue diallo. Délicatement, c'est N. N égale à 2. C'est-à-dire N égale à 2. N égale 2. N égale 2. C'est la division de cette équationnelle de N égale 2. Et on termine avec N égale à 2. Il a fait la première division. تنبداو ب 2n إيكالا 4 و تيرمين هنا ب n إيكالا 2. دونك لا ميو سي ان انسومبل دو دو ديفيزيون سكسيسيف، لا بروميير ديفيزيون ريديكسيونيل، لا دوزيام ديفيزيون ايكواسيونيل كي بيرمي لا ميوز بيرمي دوبتونير 4 سيلول ابلويد ابارتير دون سيلول ديبلويد. اذا هادو هما المراحل ديال لا ميوز. نخليكم الان مع لو بروفيرب ديال لا سيونس. الحصه المقبله غادي نبداو لو براساج انتر اي انترا كروموزوميك. بالنسبه للبروفيرب ديال الحصه اليوم، شونج مي كومونس دوسمو car la direction est plus importante que la vitesse. Rien. Le king de Bjouya est un étigé. Il est un sol. Il a le sang. Il a le sang.